روسيا هنعمل تجربة عسكرية خرافية، وهنقضي يوم عسكري في قاعدة عسكرية هنا في قلب روسيا. دي اللايك جميل وكومنت رايق، وعايزين نوصل الفيديو ده لمية ألف لايك. يلا بينا. أول مرة أدخل دبابة روسية سوفيتية. بسم الله. اللي احنا فيها دلوقتي يا جماعة دبابة سوفيتية حقيقية خدمت في الحرب ولسه موجودة، واحنا دلوقتي جوه الدبابة هوريكم كل حتة فيها. نطلع فوق نمسك السلاح يلا. اتحركنا وانطلقنا بالدبابة. يا ساتر يا رب. لا سحبها حلو، عزمها سيء. يا ساتر يا رب. الدبابة بتعمل دريفتات على التلج يا جماعة، بتعمل دريفتات على التلج الدبابة. اوبا 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 بيخمس بيخمس بالدبابة يا جماعة. بسم الله. دلوقتي يا جماعة هنضرب نار من الدبابة، هنعمل قصيفة من هذه الدبابة. بسم الله. الدروك يجيبت إز يجيبتا تاكر باباشيسكا موتانكو أغاي. الله أكبر. أورا товарищи молодец поджог фашистский танк молодец. Real soldier, настоящий солдат. كنا بقى دلوقتي يا جماعة عند ضرب النار والرماية، هنجرب دلوقتي ضرب النار بأكتر من سلاح، الكلاشينكوف، المسدس، الار بي جي، كل الأسلحة الروسية الأصلية هنضرب بيها نار دلوقتي ونعيش التجربة الجامدة دي مع بعض. يلا بينا. ده بقى يبقى سلامي مبراتنا ده. دلوقتي هنجرب بيه المسدس. ايه ده كوي؟ بيستلات ماكارافا. ماكارافا؟ بي ام. بي ام؟ بي ام. بي ام ماكارافا. بي ام، بيستلات ماكارافا ده. بيستلات ماكارافا، ده روسكي؟ يس. روسكي. أول حاجة ننزل هنا الأمان، نزلنا الأمان. سكوكا تام يس. ووشي. ودلوقتي يا جماعة هنضرب بيه الار بي جي. كيف называется у вас в России؟ ار بي او بازوكا. ار بي بازوكا، ارمي بالبازوكا. ار بي او. ار بي او. وي سي ار بي جي. بازوكا، سي بازوكا. سي بازوكا. جاز بازوكا. او بروست بازوكا. بازوكا. دلوقتي بقى يا جماعة هندخل جوه المتحف ده نشوف كده أسلحة مختلفة متنوعة من أزمنة مختلفة
وملابس الجنود المختلفة. فيلا بينا ندخل على المتحف العسكري. ما شاء الله، تحس نفسك في مخيم عسكري كأنك في حالة حرب، ودلوقتي داخل المخيم بتاع الجيش بتاعك. أسلحة كلها حقيقية مختلفة من أزمنة مختلفة. هشرح لنا شوية حاجات عن الأسلحة الموجودة هنا يا جماعة. كاك فازابوت ميخائيل خش امبريال. دي يا جماعة الأسلحة اللي على الترابيزة دي من الحرب العالمية الثانية. دي كل الحاجات دي حقيقية موجودة، طبعا بقايا جنود وبقايا الحروب والأسلحة وهكذا. В этой войне погибло 27 миллионов советских людей, русских людей и не только. И много из них до сих пор лежат в земле. Каждый год. دي يا جماعة سلاح سوفيتي. Это не советский. Это царский. من عام 1891 البندقية دي يا جماعة من قبل الاتحاد السوفيتي ما يبدأ. Это оружие воевало при царе. Это оружие воевало при Советском Союзе. И это оружие до сих пор воюет на Донбассе. Это винтовка. Маша Аллах. А этот автомат знали, видели, видел весь мир. Это называется ППШ. ППШ? ППШ 41. Советский? Советский. 1941 год. 1941. من عام 1941 السلاح ده سلاح سوفيتي. Выпустили в количестве 4 миллиона 700 тысяч. Это самый массовый русский пистолет-пулемет. Вот в этом магазине 71 патрон. 71 طلقة في الخزنة دي. Это очень хорошее оружие, его до сих пор. ودي طبعا يا جماعة اليونيفورم بتاع الجيش او لبس الجيش على عصور مختلفة اعتقد، وطبعا على حسب السلطة او على حسب الرتبة بتاعتك. فده لبس الجيش المختلف هنا، لبس الجيش الروسي. اسمك ايه عسكري؟ لويسا. انت عسكري. دلوقتي بقى يا جماعه عندنا غرفه الطعام او الميس او الاستالوفا بالروسي، فننهي الجوله بتاعتنا باكل عسكري لذيذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله. اوزبكستان؟ اوزبكستان. اوزبكستان ما شاء الله برات. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله. هنا يا جماعه الاجواء عندنا، وطبعا خدنا سوفونير من المكان الميداليات دي، فحاجه رائعه، مكان رائع بجد. دلوقتي يا جماعه عندنا الاكل العسكري. طبعا اكل عسكري بيبقى مش احسن حاجه في الدنيا، ولكن نعمه وفضل عند الله سبحانه وتعالى. فاحنا دلوقتي في الجيش الروسي، عندنا هنا جريشه بيسموها جريشه. فالجريشه دي بتبقى حاجه عامله كده زي الغله، يعني مش عارف اوصلها لكم ازاي. ما عندناش في الوطن العربي الجريشه دي، يعني حاجه من مشتقات القمح ومخلل الخيار وجريشه وشكرا. وهيحن علينا بلقمه عيش الحمد لله والشكر لله. عشان نموت ففي مرنا لا شاي، وفي شاي اللهم لك الحمد. في شاي شاي. الله اكبر الله اكبر. احلى واحد شاي. اجواء الجيش، بس مفيش احسن من الجيش المصري العظيم. الله اكبر. دلوقتي بقى يا جماعه هنغسل ايدينا على الطريقه التقليديه بتاعت الجيوش. هنا هتحطوا ميه في الخزان ده يدوي. طبعا الميه يدوي لازم نوفر فيها، لازم يا جماعه نوفر في الميه يا جماعه، وان كنتم على ظهر جار. بعد الدبابات والضرب بالنار واللي احنا عملناه ده كله، لازم نغسل ايدينا عشان ايدينا ايه كلها سلاح ورصاص ودم. دي بقى الدفايات. طبعا احنا دلوقتي موجودين في خيمه او في مخيم عسكري. فالمخيم العسكري ده هيتدفى ازاي؟ بيعملوا نظام التدفئه ده في المخيمات العسكريه الحربيه او عموما في الخيم. بيبقى فيه كل ده تركيبه يا جماعه، حاجه في حاجه، يعني موضوع بسيط جدا وبدائي جدا. وهنا بيكون في خشب يولعوا فيه نار ويقفلوا، فالمدخله دي تطلع فوق بره الخيمه، فجوه الخيمه ما يبقاش فيه اي دخان. ومن هنا يا جماعه ننهي الفيديو الرائع والتجربه الخرافيه بتاعتنا النهارده. اكتبوا لي تحت في التعليقات ارائكم، وشاركوا معايا شفتوا الموضوع ازاي، وشاركوا معايا كل ارائكم باذن الله هقراها كلها. وحاجه مهمه جدا، احكوا لي عن اكل الجيش في بلدكم. لو دخلتوا الجيش عندكم كنتوا بتاكلوا ايه في الميس او في الكانتين او في الجيش؟ نقول بسم الله نخلل بالجريشه اي حاجه من البطن. بسم الله.
بلاش اكلمكم عن الطعم، نشرب شاي ونبلع. يلا نشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، عايزين نوصل الفيديو ده ل 100,000 لايك. سلام. Wait a moment.